طبعا عندما تزداد الحالات يعني في العدد، الحالات المؤكدة سواء الحالات بيولوجية المؤكدة أو حتى بواسطة الأشعة الطبية، طبعا يكونوا الحالات الخطيرة، الحالات اللي يدخلوا قاعة الإنعاش، وللأسف حالة الوفيات يعني تطلع نوعا ما. إذا حنا نرى بصفة عامة باللي كان زياد نتاع الحالات، وهذا يثير يعني القلق بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأن الأسباب، إذا تكلمنا عن الأسباب يعني يكون عندنا رؤية بالنسبة للأسباب. بعد هي في الحقيقة حوالي أيام العيد وبعد انتهاء رمضان، عندما المواطنين إذا التزموا في اليومين تاع العيد بالحجر الصحي، يعني نرى ويقال ولاحظنا باللي اليوم الثالث والرابع والخامس تاع العيد الناس نقلوا بالكثير وصاروا زيارات عائلية. لماذا؟ لأن ما يسمى بهذا الكلستر، بمعنى الانتقال تاع الفيروس عن قرب، يندار في الأغلبية في العائلات. نعم. إذا أيام العيد هو خطر، وكذلك ومن بعد كي صدر القرار من طرف السيد رئيس الجمهورية والحكومة لرفع الحجر الصحي سواء في اليوم بالنسبة للتوقيت، وكذلك حل المتاجر، هي الجزائريين ما بقاوش تخلاوا في بعض الأحيان على الاحتياطات المنصة في هذا الأمر. والاحتياط الأول هو القناع، نعم القناع الواقي. ولاحظتم بأن في الأسواق وخاصة في هذه الولايات هذه، والصور غنية عن التعريف، غنية عن التعريف، بأن اكتظاظ كبير في هذه الأماكن، وإن كان اقتراب نتاع الناس بدون احترام المسافة الاجتماعية وحتى ارتداء الكمامة. وبالتالي الفيروس راه مازال ما بيننا ويتنقل من الشخص إلى الشخص، حتما في ظرف أسبوع وتكون الحاصلة ارتفاع تاع الحالات المؤكدة. نعم. إذا فيما يخص الحالات المؤكدة وحالات الوفيات، لماذا ارتفاع عدد الوفيات؟ هي ارتفاع الوفيات قلت لك على أساس أنه كيكون ارتفاع الحالات يعني خاصة الرقم نتاعهم نتاع الحالات، أصبحنا 127 حالة يعني تجاوزنا 100. تذكروا كنا ندوروا حوالي 100، يعني حتى في واحد بعض الأوقات هبطنا تحت 100. هذاك الحالات يعني تجي حالات خطيرة. صحيح. بالنسبة لشخص فيغال، ربما الفيروس يعني كسب خطورة أكثر، يعني لا فيرولونس نتاعو راهي ازدادت. وهذا الأمر هذا يهمنا وما يهمناش. حنا واش يهمنا؟ يهمنا بأن الحواجز، ما يسمى لي جيست باغيير، هذا لازم نحترمها، لأن الفيروس مهما يتنقل مهما نديروا له الحواجز، الفيروس يعني معروفة يعني كسب خطورة أكثر، ونعاودها يعني الفيروس على بالهم بها راهي ازدادت. هذا هو الحل الوحيد. الأمر هذا شيئا يهمنا وما يهم الحالات، يعني يهمنا المؤكدة الحواجز فيما يخص الإجراءات اللي راكم واحدة في التوصيات، لأن الفيروس فيما يخص إعادة الحجر الصحي للولايات، الفيروس يعني أكثر ممكن ونعاودها، يعني الناس يكونوا على بالهم بها ممكن. هذا هو الحل الوحيد. الأمر هذا شيء يهمنا أو لدائرة يهم الحالات، يهمنا المؤكدة واحدة في التوصيات الوطن، لأن كما لاحظنا إعادة الحجر ربما يعني
الصين كاين بعض الأسواق اللي كانت منبع حتى كما تقول هذه الموجة الثانية هذه في بكين غرق هذا السوق. نعم. وعزل تم العزل على حي كامل. إذا نلحق إذا هذا الطرف هذه ولهذا العمل يعني ولما لا هذا ونشوف كيف نتعامل احنا يرانا في حالة بأن نرجع إلى شبه حركة يعني عادية بالنسبة للمتاجر بالنسبة للحياة العادية ولكن نعم. ولكن نحفظ الباقي تاع المواطنين من الرجوع تاع الوباء. نعم. إذا في حالة العودة إلى الحجر الصحي هل ربما تعودنا إلى الساعات القادمة يعني إلى أو إلى الفترة الزمنية السابقة هي السابعة مساء والخامسة مساء أم أن هناك مقترحات أخرى؟ كل شيء ممكن. لماذا؟ لأن لازم نحافظ على أوقات العمل. لأن نشرنا حتى السيد رئيس الجمهورية بأن مثلا الناس يرجعوا إلى حركة العمل عادية. إذا يتسرحوا من المكاتب المعامل على ثلاثة على العشية وصباح اكتظاظ نوعا ما باش يدخلوا لبيوتهم. هذا يعني عامل تقني لا أكثر ولا أقل. هي المهم الحجر الصحي أولا لازم نرجع نطبق القوانين. ما هو القانون؟ القانون يقول بالنسبة للمرسوم للسيد الوزير الأول بأن الفضاء العمومي إجباري الكمام. ولكن تقول لي إجباري الكمامات الوزير الأول صدر مرسوم ولكن أنت ماكش راك قادر تروح دير شرطي لكل مواطن. لا. ولا شرطي قاعد في طروطوار يجوز مواطن ينحيلو. طب لا صعبة تقنيا صعبة يعني. تقنيا صعبة ولكن نحاول نحاول احنا نرى مثلا في المدن الكبرى هي ما تبدا الوعي تاع المواطن ولكن لما نشوف المواطن لا الوعي رانا فتنا البيداغوجية وفتنا الوعي يعلم الخاص والعام باللي لازم الكمامة ولكن في بعض الأحيان لازم نطبق القانون. نطبق القانون كيف؟ نعطي إنذار مثلا عندما الإنسان يجول عندما يكون شرطي. نعم. ما نقوله الشرطي في الخلف تاع مواطن يعني ولكن دوريات شرطية يشوفوا أنا رأيت بنفسي في بعض المحلات التجارية الناس ما يديروش الكمامات اللي يبيعوا للداخل يديرهم على عنقهم ليجي داخل بعض الناس ما عندهمش الكمامات ولا تشغل كرافاتة. نعم هذا غير مقبول على الإطلاق. لازم نلتزم بأن الكمامة في الفضاء العمومي إجباري وقانوني. نعم. راه السيد الوزير الأول راه نحى يعني تاع السيارات. نعم تاع السيارات لأن احتجت الناس وهذا قانوني. لماذا؟ لأن السيارات هي فضاء خاص كالبيت نتاعك هذا ماهوش فضاء عمومي. إذا عندما الإنسان يكون في السيارة تاعو يهبط السيارة تاعو يرتدي الكمامة يدير ليه والعائلة تاعو يقضي الحي الجديد تاعو ويرجع يا سيدي. نعم. للمكتب في مثلا إذا رأينا بعض التنظيم في الإدارات بأن يقعدوا لبرا إلى آخره ولكن الكمامات ظهرت باللي هو الحاجز الأساسي بالنسبة لانتقال الفيروس وهذا شيء معلوم. 90% نتاع الفيروسات يبقى في الكمامة عندما الإنسان يكون مريض طبعا يحتفظ على الإنسان المقابل تاعو اللي تلقاه في الطريق كي يسعل السعال تاعو هذاك الفيروس ما يبقاش في الريح. كذلك كاين بعض الناس اللي ما عندهم ولا أعراض ولا والو ولكن يزرعوا الفيروس هذا تقنيا معروف. دكتور بقات. نعم. هل القرارات الجديدة أو
التوصيات الجديدة تاع اللجنة راح تخص 29 ولاية أم تخص 19 ولاية أم تخصهم يا أخي العزيز؟ هذا قرار جمعي يندار مع السيد وزير الصحة، ماهوش قرار. حنا نعطيه توصيات، توصيات بالنسبة للتبريرات تاع الحالة الوبائية. هي تخص نظن الحالات اللي فيهم الوباء منتشر. نعم، انا سالك فقط نسي نحوس نفهم من عندك واش كاين. يعني انتم تلاقيتوا، راكم تلتقيوا يوميا يعني، يوميا الحاله الوبائيه اكيد. اذا انتم مش هنقول لك اعطيني كل تفاصيل اللقاء ديالكم، ولكن على الاقل هل راك تشوف باللي اعاده رفع او اعاده او العوده الى الحجر الصحي راح تخلص 19 ولايه ام 29 ولايه ام 48 ولايه؟ هي في الواقع قلت لم نعاقب ولايات وين ما عندهم ولا حالة مؤكدة، وين الناس ملتزمين بالعمليات الوقائية هذه وما عندهمش حالات، علاش نردهم في الحجر الصحي؟ احنا ذوك الحجر الصحي ما هو الفايدة تاعو؟ الفايدة تاعو لعزل هذيك الجهة حتى نقضي على التنقل تاع الفيروس. نعم. الحالات تنقص شيئا فشيئا. نعم. وهذا هذا سيتين اوبسيون، هذا ماهوش كيما نقولوا حنايا. لان لماذا؟ لان الحاله الوبائيه راهي تتغير يوم بعد يوم. يوم بعد يوم، اليوم كاين ارتفاع ونرصد الحاله. نعم. ماشي على اساس يوم واحد، على اساس عده ايام، ونشوفوا كيف نكيفوا الامور مع التزامات. نعم. مع ربما الحجر الصحي ومع التاكيد، سمعت ولا لا، الالتزام باللي جيست باغيير على كل انواعها. اذا نتكلموا دوما على الحجر الصحي، ننسي او نحاول يعني قدر ما نستطيع انه نتجرك على الاقل، نعطينا ولو معلومه او شبه معلومه واش راح يكون اليوم في الاجتماع اللي تلتقيوا. اليوم راح يكون اجتماع مصيري اعتقد لتوجيه تقرير نهائي للجهات الوصية، أليس كذلك دكتور؟ هي شوف، عندنا اجتماع يوميا باللجنة، ولكن الاجتماع نتاع اليوم كما تفضل السيد الوزير وزير الصحة بأن نقيد. لماذا؟ لأن رانا رصدنا عن قرب الحالة الوبائية في الولايات هذه اللي كان ارتفاع. طبعا نعطي توصيات، احنا نعطي قرارات، ماشي قرارات، نعطي تقارير. نعم. بالنسبة للحكومة اللي هي تاخذ قرارات، لأن المشكل ماهوش مشكل صحي، كاين مشكل أمني، كاين مشكل اقتصادي. ربما ما ننجمش احنا نعزل ولاية كاملة هكذا يعني بين عشية وضحاها. لكن الرئيس قال أنا ما يهمنيش أنه الدولة تخسر دراهم، ولكن يهمني حياة المواطن. طبعا هذا هو المبدأ اللي مشينا عليه من ابتداء الوباء. لماذا؟ نعم. إذا تسألني سيد بلال مثلا، بعض الناس يتسألوا يقول لك كيف في بعض الدول الحالة الوبائية راهي سيئة ورجعوا إلى 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 اقتصاد يعني شبه عادي، وأقول عادي، الناس تتجول في الطريق وتروح المطاعم والمقاهي وغير ذلك. ولكن على الإطلاق هذا عندهم رؤية اقتصادية، بمعنى استئناف، لأن كان ضغوطات اقتصادية بالنسبة للأمر، كيف لازم الاقتصاد هو يحكم. احنا لا، احنا قلنا باللي حالة نتاع الصحة المواطنية تحكم، الاقتصاد يجي من بعد، نخرج سليمين من هذا الفترة هذه، ومن بعد نديروا الحسابات كما يقولوا بالعربية، ونعود ننطلقوا إن شاء الله يعني في اقتصاد سليم. نعم. اذا دكتور، على الاقل احنا نعود ننطلقوا، لانه ما كانش عندنا اصلا اقتصاد يعني حتى يعني ما عندنا ما نخسروا. لا، هي ما نتكلمش في هذه الزاويه هذه. انا صراحه يعني الناس شتكات بان حجر الصحي هذا ضرهم بزاف. اكيد. شوف سيارات الاجره، الناس اللي عندهم لي ترونسبور، الناس اللي عندهم المتاجر على كل صح. انواعها. يعني هذا يعني معاملة تجارية، بمعنى هناك زبائن، هناك ناس يخدموا على روحهم. نعم. الناس اللي يخدموا مثلا في الباتيمون ترابو بيبليك شتكاو كثير. نعم. وبالتالي نرجع إلى حياة اقتصادية نوعا ما. ما نقولوش الحياة اقتصادية، ما نقارنوش روحنا، ولكن
حذاري حذاري. أخذنا إجراءات، تذكر يا سيد بلال في أول أمر بلك الفاردة من نوعها لحجر الصحي نتاع البلد كامل، على قطع العلاقات الجوية البحرية. أكيد حنا من الأوائل، وهذا ربما حفظنا من الكارثة الكبيرة اللي كانت متوقعة يعني بسبب بها. نتكلموا دائما على الإجراءات، كنا نتوقع ربما بعد ما اتخذتم إجراءات أو بعد ما اتخذت السلطات العليا للبلاد وفقا لتقارير اللجنة الصحية، يعني هي دوما تعتمد على التقارير ديالكم، انه دات اجراءات تخفيف، وكنا نتوقع انه راح يكونوا اجراءات اخرى تخفيفية خاصة فيما يخص المقاهي ربما او المطاعم في العاصمة او في الولايات 29. هل نستبعد الان اجراءات تخفيف اخرى؟ اسالك في الفضاء المفتوح بمعنى الاسواق، كاين نعم. اكتظاظ، نعم، الناس ما ياخذوش احتياطات، كيف توقع غد ولا كان حلوا المطاعم والمقاهي وهم اماكن نعم نتاع ازدحام وكذا، وحتى الناس تسالوا لماذا الشواطئ مثلا ونحن على نعم. ابواب الصيف ماهيش مفتوحه؟ الشواطئ لانه اكتظاظ، فضاء عام. اي طبعا فضاء عام واكتظاظ تاع يروحوا الناس بالكمامات وازدحام حتى بالكمامات. هذا الكمامات يعني مبدئيا الناس تتجول بصفة قطاعية ما يلبسوهاش، يعني تلقى واحد وحده ولا كذا ما يلبسهاش مع صاحبه مع قاعد. هذا لازم ناخذ عادة بالنسبة للكمامة باش نكونوا هذه ثقافة صراحة. عندما تميز انتيا نعم نحلوا مقهى والناس داخلين هيا نتخاطروا، لكن يدخلوا بالكمامة نعم. نحلوا المقهى. هذا يعني هذه السلطات يعني العمومية تخمم ما هي السلوكات نتاع الجزائريين، كيف نديروا هذه. شوف بالنسبة للرجوع نتاع الحالات، وهذا يقال مثلا في ولاية الصيف بأن الناس ما خذتش أي احتياط في الأسواق وتصرفت كأنها عادية، هذه هي الحصيلة، حصيلة ارتفاع الحالات. نعم، إذا نتمنى كل الخير لخوتنا في سطيف وفي العاصمة وفي البليدة، هي اللي ارتفعت العدد أكثر، والولايات الأخرى اللي شفنا كذلك أن هناك ارتفاع لعدد الإصابات بهذا الفيروس، فيروس كورونا. كان عندي سؤال فيما يخص لأنه الأسئلة اللي راهي تجيني هنا عبر الموقع أو عبر صفحة الفيسبوك عبر شروق نيوز، أنا نقراوها كاملة، يعني حتى الناس اللي راهي تعلق او تعطي ارائها رانا نقراو الاسئلة تاعهم. اذا كثير من اللي يتكلموا على شهادة التعليم المتوسط او البيام، يعني راهم يطالبوا بالغاء البيام. شفنا وزارة التربية امس قالت انه اعادة النظر في تواريخ اجراء امتحانات النهائية وفقا لتقارير اللجنة الصحية، وخوفا من أن تكون هناك موجة ثانية. هل في اجتماعكم لنهار اليوم سيكون هناك نقطة فيما يخص الدراسة وعودة إلى الدراسة وعودة إلى الامتحانات الرسمية؟ ما نظنش، هذا خارج من الاختصاص نتاعنا صراحة. احنا نكتفي برصد الحالة الوبائية في المناطق الكحلة. ولكن كرأيكم مثلا عودة الامتحانات في شهر أوت جميع التجمعات في الوقت الحالي هذا نعم. هذا جميع التجمعات نتاع الأشخاص سواء نعم. في حتى غلقنا الكليات، غلقنا نعم. المدارس، التجمعات نتاع الأشخاص نعم. هي غير مقبولة صراحة نعم. إذا الحالة الوبائية تتطور، لا أدري ما هو التاريخ نتاع هذه الامتحانات نعم. مثلا إذا كنا نفكر على التاريخ الامتحانات في شهر سبتمبر نعم. أو آخر سبتمبر، نأمل بأن في سبتمبر الحالة الوبائية تكون أحسن من اللي نعم. راهي عليها اليوم، وبالتالي نعم. هذا صراحة ماهوش نقطة نتاع الاهتمام في الوقت الحالي وماهيش في نعم. إذا نروح لبعض الأسئلة حتى نعم. كما وعدنا الزملاء في صفحة شروق نيوز، راح نقراو لهم أسئلة تاع المتابعين تاع الصفحة. مفيد عبد الله يقول الحالة خطيرة، الحالة راهي تزيد وأنتم فتحوا كلش. نعم، قال لك الحالة راهي تزيد وأنتم راكم تفتحوا في كلش. احنا ما فتحناش كلش، أعطينا نعم. كل واحد بالمسؤولية تاعو، احنا نعم. أعطينا الآراء تاعنا نعم. والحكومة هي عندها المسؤولية السياسية نعم. والاقتصادية.
فتحت جزء. نعم. حتى المتاجر ما فتحتوش. نعم. مثلا المقاهي والمطاعم راهم معاقبين اذا نعم. صح التعبير. هذا لكن غلقوا كلش، راهم الجزائريين راهم عانوا من الحجر الصحي منذ 6 شهور. اذا تفتحوا تخليوا شويه مغلوقين. لا نفتحوا على حسب الحاله نعم. الوبائيه وعلى حسب الحاجيات نتاع المواطن في الحياه الاجتماعيه طبعا. نعم. الزميله عديله مرابة تقول لو اخذت او لو اخذت الاجراءات منذ اول ظهور وغلقت المطارات التي ساهمت في انتشار الوباء اصلا انعدام نظافه قبل وبعد الكورونا. قضيناها في اول ظهور تذكروا احنا نعم. علقنا الرحلات مع الصين نعم. من اول بلد، علقنا الحالات مع خاصة فرنسا لأن نعم. عندنا رحلات كثيرة في أول وقت نعم. هذا خذينا الاحتياطات وهذا اللي يعني حفظنا نوعا نعم. من الكارثة الكبيرة. إذن حياة سويسي تقول هو في فضاء مغلق ما راهش دايرها لا هو ولا الصحفي دكتور بقات بركاني كان داير الكلام ولكن تباعد راهو ما طبعًا شاء الله يعني تباعد ولكن هذا في اطار حوار نعم ما نقدروش نتحاوروا بالكمامه طبعا يعني وانا راني درت التاست والتاست خرج لي نيجاتيف وبالتالي ما شكلش خاطر للغير وحتى رانا كاين تباعد يعني كاين تباعد اذا الجي الجي قربي يجيب الخير روح لبوسعاده ما تلقى حتى واحد داير كمامه في بوسعاده لازم دراسه كيفيه التعايش مع الوباء والحياه يقول ماليوها نطالب بحل المقاهي وبشروط وقائية كباقي الحرف همسة أمل تقول تطالب بحل المقاهي. حل المقاهي قلت لك إذا كانت مثلا كنا نحلم بأن الحالة الوبائية يعني تتطور إيجابيا نعم. صراحة يعني الأيام الأخيرة ولكن تفاجأنا إذا تفاجأنا بأنه بعدم احترام الشروط يعني الوقائية هذه أصبحت يعني عودة شعلت في بعض المناطق طبعا. أمير بالجزار يقول هبطوا الولايات وشوفوا بعينيكم ما تسناوش التقارير المغلوطة. لا هاو مش تقارير مغلوطة يا أخي. عندنا ناس عندنا أطباء في المديريات للصحة هي تعطينا تقارير أولا بالنسبة للوباء وكذلك باحترام الإجراءات الوقائية. نعم. على بالنا كل شيء صاير كما قال الأخ في بوسعادة ما تروحش حتى لبوسعادة. أنا شخصيا في آخر الأسبوع كي نروح في بعض البلديات أنا مجاورة على الجزائر أنا عندي الكمامة في الفضاء العمومي ولا نصيب واحد عنده كمامة. أكيد. إذا أحلام تقول العدوى راهي في المستشفيات الكارثية بعدين جاوبنا عليها دكتور. يوسف بن صغير يقول ما الفائدة من الحجر الصحي في الليل وأصلا الناس في الليل تروح أو تروح وحدها يعني حتى الناس سموا هذا الحجر الصحي بالأجون سيكوريتي من 8 إلى 5 الصباح. هي الحجر الصحي خاصة في الصيف نعم. هذا نعرفوا العادات نتاع الشعب تاعنا رانا في الصيف نعم. لكن ما كانش حجر الصحي في الليل الناس يتجهوا إلى الشواطئ نعم. ويباتوا ليلة كاملة هما يتجولوا لا هذا الحجر الصحي عنده فايدة عندما يحترم نعم. من الكلية ماشي تلقى يعني أقلية تبقى تتجول ولا هذيك نعم إذا راوي سؤال آخر يسألوا هل هناك حجر كلي أم جزئي اللي راح تقوموا به هي نظن يكون جزئي كلي نعم. بالنسبة الحالة ماهيش كارثية يعني صراحة الحالة تشكل اهتمام بأن لازم نروحوا أمام البرتقال يعني شركة البرتقال نعم 127 حالة مؤكد البارح ماهيش كارثية ولكن نأمل بأن تهبط تحت المئة وتنزل شيئا فشيئا هذا هو الشغل تاعنا ماهيش كارثية بعض الدول مثلا كالعربية السعودية يرصدوا 2000 حالة يوميا 2000 هذا نعتبرها باللي حالة كارثية نعم إذا كذلك سؤال آخر شفته مهم جدا يقول لك الموجة الثانية إن شاء الله الموجة الثانية إن شاء الله ما تكونش في الجزائر ولو أنها يقول لك موجودة أو بدأت في بعض الدول العالم الصين تكلمت على موجة ثانية لا ما كانش ما عندناش إشارة باللي كاين موجة ثانية كما يقال نعم. في العالم لماذا؟ لأن جميع الدول راهي عرفت يعني نوعا ما
ردود الفعل بالنسبة للوباء. نعم. وبالتالي تكون حالات محلية، هذا ما يسمى الكلاستر، حالات عائلية. نعم. يعني وين تعاود تشعل. احنا ماذا بينا في هذا اللي نرجع، ما هو الهدف؟ نعم. الهدف نرجع لحالات شبه عادية أو عادية للمواطن. نعم. نتكلموا على المقاهي، نتكلموا على ولكن حتى ما نرصد حالات قلائل. نعم. في البلاد. نعم. ولكن يكون تعايش بالفيروس. أكيد. وهذا شيء معروف. دكتور، اذا اختم معك هنا يقول لك ارجو الحجر الكلي في سطيف الوضع كارثي. اسئله اخرى، هذه تقول لي يا خويا بلال ولادنا ما راهمش في نفسيه مليحه باش يجوزوا بيام. لا للبيام، هذا الهاشتاغ اللي الان راني نشوفوا في تعليقات الحصه وتعليقات صفحه شروق نيوز اللي ثبت فيها حصه المونشات، الكثير منهم دايرين هاشتاغ لا للبيام. رانا نقلنا الهاشتاغ ديالكم، خلال ان شاء الله 48 ساعه القادمه راح يكون ضيف من وزاره التربيه للرد على انشغالاتكم. ناكد لكم انه كل انشغالاتكم راح ننقلوها للجهه المسؤوله لما تكون او لما تكون التعليقات محترمه وتكون عندها، حتى اذا كانت ربما تكون قاسيه ولكن تكون محترمه راح نوجهها مباشره. الهاشتاغ هذا لا للبيام، راهم يقولوا ولادنا راهم في نفسيه صعيبه ماهمش قادرين يجوزوا البيام. نتمنى من وزاره التربيه انها تتعامل مع هذه الامور بجديه، وان شاء الله وعد انه وزاره التربيه خلال 48 ساعه راح تكون حاضره معنا هنا في حصه او بلاطو المونشات. شكرا لك دكتور مقاد بركاني. شكرا لكم. إذا سمحتوا عندي رسالة. فضل. رسالة للشعب الجزائري. نعم. بأن ارتداء الكمامة هذه مش عقوبة، هي حاجة يعني لتحفظنا، لتحفظك أنت. نعم. لازم الشعب الجزائري يفهم بأن اليوم إذا أردنا نخرج من هذه المحنة، هذا حجر صحي، هذا حياة مش عادية، هذا الصيف رانا صمنا رمضان ماهوش رمضان صراحة، عيد ماهوش عيد، ما تقبلناش على بعضنا، لازم نرتدي. وهذا الحاجز الوقائي الأخير اللي بقى لنا. عندما تشوف الناس ما عندهمش، فهمت ولا لا، ما يحسيوش، يقول لك أنا هذا الشيء، حتى الناس اليوم يستنكروا يقول لك هذا ما كاش منه، حتى تشوفوا المستشفيات، شوف الحالات الخطيرة اللي ازدادت يوم بعد يوم. هذا إذا لازمنا روحنا 15 يوم في الجزائر في تراب الجمهورية. نعم. بالكمامات تشوف الحالات كيفاش تنزل. وكنا في رمضان وستجيبني في حصة قادمة لماذا لم يتخذ إجراء الحجر الكلي 15 يوم أو 3 شهر، إجراء حجر كلي يعني كل شيء ربما يكون مغلق على الأقل، خليه غير الخدمات الضرورية، ما بعدين راح نكون سلكنا إن شاء الله. إذا تجيبني على هذا أو تجاوبني على هذا السؤال في الحصص القادمة إن شاء الله دكتور. نعم. إذا شكرا لك دكتور مقاطع بركاني، دوما كنت أو تكون معنا تتعامل معنا بشكل إعلامي يعني وين تمد المعلومة، هذا هو ربما البغية من هذه الحصة، وهذا يزيد فيك ويزيد في كل مسؤول أو كل مكلف بربما تسيير ملف ما أنه يتواصل مع المواطنين. في النهاية كل شيء وش راكم تديروه وخدمة للمواطنين. أنا أستعجب من مسؤولين يرفضون الذهاب للبلاطوهات خوفا من مواجهة المواطنين. هذا واجب. أنت راك تعمل من أجل المواطن، إذا خدمت خدمة وما ما 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 علمت بها المواطن يعني وكأنك لم تفعل شيء. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. شاهدنا الكرام، في الأخير ما بقى لي لنقول لكم أدام الله عز الجزائر، حفظ أمنها وسترى شعبها، ألقاكم غدا إن شاء الله.